تفضلي. أهلا نديم، ليكي في دبي. إحنا أول مرة نلتقي ليكي ضيفة في أنيم دوت كوم، وفرصة ظريفة إن أنتي جاية من ضمن حملة إعلانية لباراشوت جولد. كنا حابين تحكي لنا عن إزاي هما they approached you، إزاي كلموكي، وإزاي تلقيتي الخبر، وإزاي اعتبرتي إن دي فرصة حابة تشتغلي فيها وتبقي جزء منها. يعني بداية أكيد أنا سعيدة أني موجودة هون اليوم في هالمؤتمر الصحفي مع كل هالإعلاميين، مع كل هالصحفيين اللي كانوا موجودين. طبعا هذا شيء كتير حلو. بداية لما تم الاختيار أكيد كان شيء، أكيد كان عندهم كتير أسماء، بس طبعا فهمت إنه بالنهاية بدون الأشخاص اللي بتحمل البرودكت يكون عندهم الثقة إنه هالأشخاص في ناس بتحبهم، أعمالهم حلوة بتتناسب. هلا كل إنسان عنده الشغلة اللي هي بتعنيه، بيعتبرها هي كتير مهمة بحياته وبيشتغل للأفضل. بقى بمجرد ما اختاروني هذا الشيء بفتخر فيه، وأنا شكرتهم عليه لأنه عندهم ثقة أنه نادين سفيرة جيدة للبرودكت طبعاً. وطبعاً أنا كمان عندي ثقة بهالبرودكت اللي أكيد تم الريسيرش عنه، وعرفت أنه من البرودويت كتير مهمة والنساء كتير بتوثق فيه، وجربته أنا. بقى أكيد لأنه بيبقى عندك مصداقية مع الناس اللي بتحبك واللي بتتوجهي لها درامياً من خلال التلفزيونات لشخصيات بتلعبيها، فمش تكوني صادقة معهم كمان بكل شيء أنت بتقدميه، لأنه بمطرح معين ممكن تكوني أنت إيدول أنه هذا شخص عمل هيك، يعني يمكن مزبوط لأنه هي بتهتم بشعرها، أو لأنه هي لازم دايماً يكون شعرها صحي، أو يكون بويتها البشرة تبعيتها مرتاحة. بقى تتوصلي هذه الرسالة المفروض تكون أنه أنت كمان عندك ثقة تامة أنه أنت اللي حملتيه توثق فيه. بقى الثقة المتبادلة هي اللي هي اللي كفت المشروع واللي وصلتنا اليوم لهون. وأكيد بشكر ربي، وإن شاء الله يا رب يكون على قد هذه المسؤولية والناس تشوف النتيجة اللي أنا عن جد شفتها. وبالنسبة للبرودكت الكونتراكت is going to continue بالنيو ادز وبروموز وكده، ولا دي هتبقى مجموعة مفاجآت؟ في كمان هيبقى في مفاجآت. طيب هاي هم اكيد شافوا ان انتي سفيرة للجمال، وده كان يعني واضح للكل، وده كان سبب اختيار يعني. طيب ممكن تحكي لنا بقى عن كاريرك الفني، يعني في جديد؟ الجديد اللي عم بعمله هو مسلسل لولا الحب، رح ينعرض بشهر رمضان المبارك إذا الله راد. وطبعا في عندي عملين نزلين السنة بالمراك ستور بعد 3 جوائز مراك ستور، السنة هي الرابعة اللي أنا مرشحة إني كمان ننال الجائزة. مبروك مقدم. مرسي. مرسي مقدم. بقى أكيد في مسؤولية كبيرة بالنص اللي أنا حملته اليوم. دايما عم بلتجي بنصوصي للمشاكل اللي بتعني المجتمع واللي بتعنينا واللي بتشبهنا، واللي لازم نلاقي فيها حلول، وبلاقي الدراما هو الطريق الأسهل والأسرع واللي فيه دقة أكتر بمعالجة المشاكل. كأعلامية اليوم بلولا الحب عندي مشكلة البيئية اللي هي الكسرات اللي بتاكلنا الجبال تبعنا وبتقضي على الأشجار، هي مشكلة كتير كبيرة بنعاني منها ولازم نلتقى لها حل. والمشكلة الثانية اللي هي single mother، الأم غير من دون زواج، كمان هيدا مشكلة بمجتمع شرقي أكيد مشكلة كتير كبيرة، وعم نسلط عليها الضوء بشكل طبعا. بقى عم نسلط عليها الضوء لنفرش شو إيجابياتها وشو سلبياتها، وكيف ممكن يتعارض معك المجتمع، قد إيه ممكن يحاربك، قد إيه لا، وقد إيه هذا قرار مصيري بالحياة، ويمكن بمطرح الشخص اللي بياخده هو مسؤول عنه، بس بعدين في ترسبات وأشياء رح تروح لكل اللي حواليه. بقى مسؤولية كبيرة بين إيدي، وإن شاء الله أقدر أعالجه بالطريقة اللي عالجت فيها عصر الحريم ولونا وغلطتهم به، ويكون لولا الحب كمان من الأعمال الناجحة. يا رب بالتوفيق، ويا سعدة إن إحنا تقابلنا معاك في أنيو دوت كوم، وأشوفك قريب إن شاء الله. شكرا.